بقالنا يومين بنتكلم مع حضراتكم عن القمة الروسية الأفريقية ونتائج هذه القمة اللي انتهت امبارح والمشاركة المصرية القوية في هذه القمة. النهاردة سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي رجع إلى أرض الوطن بعد هذه المشاركة في هذه القمة المهمة جدا في نسختها الثانية واللي عقدت بمدينة سان بطرسبرغ في روسيا الاتحادية. الرئيس شارك في عدد كبير من الفعاليات خلال القمة، طبعا من ضمنها الاجتماع الخاص بمبادرة الوساطة الأفريقية لتسوية الأزمة الروسية الأوكرانية. كمان ألقى كلمة حملت عدة رسائل طبعا بشأن العلاقات الروسية الأفريقية ده خلال الجلسة العامة، إلى جانب طبعا مشاركته في اجتماع الرئيس الروسي مع رؤساء المنظمات الإقليمية الأفريقية، ده طبعا بالإضافة بقى لمشاركته في المنتدى الاقتصادي ذات الطابع الإنساني واللي عقد على هامش هذه القمة. وكان في لقاء قمة أيضا مع الرئيس الروسي واللي تضمن تصريحات غاية في الأهمية بين الزعيمين تؤكد عمق علاقات التعاون اللي وصلت لـ80 سنة منذ تدشين هذه العلاقات مع روسيا. عايزين نعرف أهم مخرجات هذه القمة، طبعا احنا ما شفناش بيان واضح لكنه كان بيان ضمني من خلال حديث الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ووعوده لدول القارة الأفريقية بمزيد من الاستثمار بمزيد من التنمية خلال الفترة القادمة. معنا دكتور أحمد سيد أحمد خبير العلاقات الدولية بمركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية. دكتور مساء الخير عليك. أهلا بك استاذ. يا أهلا بحضرتك. في البداية عايزين نتكلم ونعرف السادة المشاهدين أهم ما خرجت به هذه القمة. يعني بالطبع القمة الروسية الإفريقية الثانية جاءت في توقيت مهم وذات مخرجات مهمة سواء على مسار العلاقات الروسية الإفريقية أو على مسار العلاقات المصرية الروسية، وهي علاقات حقيقة علاقات متميزة كما أنت أشارت. يحتفل البلدان في أغسطس أو الشهر المقبل بمرور 80 عاما على العلاقات الدبلوماسية، وهي علاقات تشهد الآن فترة ذهبية ثانية بعد الفترة الذهبية الأولى في خلال الخمسينات والستينات من القرن الماضي عندما كان الاتحاد السوفيتي داعما لمصر ضد العدوان الثلاثي بناء السد العالي داعما لتسليح مصر في حين، ولكن هناك فترة ذهبية في عهد الرئيس السيسي والرئيس بوتين تتلاقى فيها الرؤى وتنطلق من المصالح المشتركة والمنافع المتبادلة بين الجانبين. هي علاقات متميزة اقتصاديا، يعني على سبيل المثال حجم التبادل التجاري 6 مليار دولار هو ثلث حجم التجارة بين روسيا وكل افريقيا حقيقة. هناك مشروعات روسية ضخمة في مصر في محور طبعا مشروع الضبع النووي، هناك محور المنطقة في قناة السويس المنطقة الصناعية الروسية. لكن المهم هنا استاذ شاذلي وان هذه القمه والمسار الثنائي فيما يتعلق بمصر وروسيا وتاتي في سياق الشراكات المصريه المتعدده والمتنوعه مع كافه الدول منها بالطبع روسيا في اطار تقييم. دكتور احمد استاذن حضرتك بس لو تغير المكان اللي انت موجود فيه عشان نسمعك بوضوح. تقوم على دبلوماسيه التنميه التي تقوم على تغيير المصرية أرشيد أسعادة ونزيها في خدمة التنمية في الداخل في جذب الاستثمارات الأجنبية ومنها بالطبع الاستثمارات الروسية، وهذا في نهاية المطاف هيكون له عائد على المواطن المصري في توفير فرص العمل في التكنولوجيا الجديدة في تحقيق التنمية، وهذا هو الربط بين السياسة الخارجية والسياسة الداخلية. ولذلك هذه القمة وهذا المحفل كان مهما لمخرجاته دعم وتعزيز علاقات مصر مع روسيا كدولة مهمة في النظام الدولي مهمة في التكنولوجيا في موضوع الأمن الغذائي في الزراعة وغيرها من المجالات. بالتالي طيب هو الصوت مش واضح شويه دكتور احمد، بس انا كنت عايز اتكلم مع حضرتك في نقطه برضو غايه في الاهميه من حديث القاده الافارقه، وهنا عايز استشهد بكلمه الرئيس الاريتري اسياس افورقي. الراجل هو بيتكلم قال انه اهم حاجه لما نلتقي في القمه القادمه وليكن العام القادم، طبعا هو عارفين ان هذه القمه تعقد كل 3 سنوات، قال المهم ان احنا لما نلتقي نكون احرزنا تقدم بالفعل على ارض الواقع، اهم حاجه يكون عندنا جدول زمني لتنفيذ ما تم الاتفاق عليه، لان هو عنده خلفيه مما حدث من وعود من دول عديده للقاره الافريقيه. لكن حضرتك شايف ان روسيا حليف مختلف او شريك مختلف في هذه المرحله؟ يعني بالطبع استاذ شاذلي روسيا لديها مصلحه جوهريه في تعميق علاقاتها مع الدول الافريقيه، يعني الان العلاقات قائمه على ماذا يمكن ان يقدمه كل طرف الى الجانب الاخر. افريقيا تحتاج الى روسيا وروسيا تحتاج لافريقيا، وهذا هو العامل الذي بيدفع دائما الى ان تقوم روسيا بتنفيذ الوعود او المشروعات.
يعني القمه خرجت بمخرجات توقيع اتفاقات ثنائيه اقتصاديه بين روسيا ودول افريقيه عديده في مجالات الطاقه، في مجالات الامن، في المجال العسكري، في مجالات الامن الغذائي وغيرها من الموضوعات التي هي قابله للتنفيذ. يعني هناك مصلحه جوهريه، يعني الان روسيا تحتاج افريقيا كقاره واعده، قاره ذكر، هي قطره الاقتصاد العالمي، نحاس سياسية، هي كتلة تصويتية مهمة في الأمم المتحدة في ظل صراع الاستقطاب الحالي في النظام الدولي. روسيا تريد كسر هذا الحصار الغربي والعزلة الغربية التي تفرضها عليها من خلال شراكة مع الدول الأفريقية، وأعتقد أن هي نجحت من خلال هذه القمة. بالطبع نجحت بالطبع، وأيضا في المقابل الدول الأفريقية لديها مصلحة في تعزيز علاقتها مع روسيا. لكن النقطة المهمة هنا أستاذ شاذلي أن انفتاح أفريقيا على روسيا هو ليس موجه ضد شراكة مع قوى كبرى أخرى، يعني هو في إطار تعدد الشراكات، في إطار سياسة الحياد وعدم الدخول في استقطاب. هناك شراكة أفريقية أمريكية، القمة الأفريقية الأمريكية عقدت في ديسمبر الماضي، هناك القمة الهندية الأفريقية والصينية الأفريقية. بمعنى آخر أن أفريقيا، وهذا هو النهج المصري، يعني تنفتح مع كل دول العالم، مع كل القوى، الاستفادة من المزايا النسبية لكل دولة ولكل قوة. روسيا زيها ده عظيم جدا يا دكتور أحمد. حالة التنافس الدولي والإقليمي على التعاون مع القارة الأفريقية، زي ممكن تستفيد منه هذه القارة؟ بالطبع هذه نقطة مهمة، لأن مصر استطاعت بتغيير المعادلة القديمة، أن أفريقيا ليست فقط مجرد سوق لتصريف المنتجات أو مصدر المواد الخام أو مصدر الاختراعات والعنف والإرهاب، وإنما الآن الكل يتسابق على أفريقيا. أفريقيا هي القاطرة القادمة للاقتصاد، لكن هذا يحتاج أيضا نقطة أمرين مهمين، هو لكي تفعل وتوظف الاستفادة القصوى من هذا السباق الدولي من روسيا، من الصين، من أمريكا، من خلال أمرين. الأمر الأول هو توحيد الرؤى الأفريقية، نتكلم عن 54 دولة تبين فيها المواقف السياسية، في تبين درجة التطور الاقتصادي، وبالتالي هناك حاجة رؤية. لأن عندما تتكلم عن روسيا قوة واحدة، بينما في المقابل أفريقيا كتلة 54 دولة، صحيح، كتلة كبيرة يعني متعددة. الأمر الثاني أيضا كي توظف وتستفيد من هذه الشراكات الاقتصادية، عليك أن تحقق الاستقرار في الداخل. يعني طالما استمرت الصراعات والإرهاب والحروب في أفريقيا، هذا سيعرقل وسيبهد أي محاولة للتنمية، صحيح، لأن البيئة التنموية لا يمكن أن تتحقق في بيئة زراعية. وبالتالي على أفريقيا أن تسعى إلى تحقيق الاستقرار السياسي، الاستقرار الأمني، تسمية النزاعات، مواجهة الإرهاب. هذا سيمكن من جذب الاستثمارات الأجنبية والدول المتقدمة، ومواجهة بقى تحديات مثل التغيرات المناخية والتصحر والجفاف، وأيضا التحديات الهجرة غير المشروعة. عندما تتحول أفريقيا إلى بيئة جاذبة، لن تستخفي معها الهجرة الغير مشروعة. وهذه الرؤية المصرية، فكرة المعالجة من المنبع أو المعالجة من البذور، أن تحقيق التنمية تطلب الدول الأفريقية والاعتماد على ذاتها ومساعدة الدول الكبرى مثل روسيا، الصين، الهند، والاستفادة من هذه الدول في إطار تنوع الشراكات، وأن هذه الشراكات ليست موجهة لأحد أو على حساب أحد أو في سياسة المحاور، وإنما هو منطق المصلحة الذي يحكم أفريقيا في علاقاتها بالعالم. وهذا ما نجحت فيه مصر حقيقة كمحور ارتكازي، كاقتراب بين أفريقيا وبين الدول الأخرى. صحيح دكتور أحمد، مصر من المعروف سياستها للجميع أنها دولة بتدعو دائما للسلام، والرئيس امبارح في كلمته حث أفريقيا على عدم الانخراط في أي صراعات، وأن تقف بمنأى ومعزل عن كل الصراعات الدولية. ودي نقطة مهمة جدا بيؤكد عليها المشاركة الأفريقية والمصرية في المبادرة لإحلال السلام في الصراع الروسي الأوكراني. بالطبع أستاذ شاذلي، مصر تبنت سياسة الحياد الإيجابي. ماذا يعني الحياد؟ هو عدم الوقوف في المنتصف، عدم هذا الطرف ضد طرف آخر. الإيجابي هو أن تتحرك مصر بمبادرة إيجابية لتحقيق التسوية السلمية، باعتبار أن الحرب الكل خاسر خاسر، بينما السلام الكل رابح رابح. صحيح. الرئيس السيسي في كود 27 في ختام المؤتمر نتذكر، عندما دعا مباشرة من المجتمع الدولي والدول إلى وقف الحرب. لماذا؟ لأن استمرار الحرب ليست فقط أضرار وتداعيات سلبية على طرفيها روسيا وأوكرانيا، وإنما على العالم كله، على الدول النامية، على الدول في أفريقيا، على الأمن الغذائي، الاقتصاد العالمي. يعني العالم لم يعد يتحمل أزمات جديدة بعد جائحة كورونا، هناك الآن تحديات كونية تتطلب العمل الجماعي، التغيرات المناخية، التصحر، وما نشاهده الآن من ارتفاع درجات الحرارة، كل هذا بتطلب توجيه الموارد إلى التنمية والتعاون والازدهار والسلام. وبالتالي استمرار الحرب هو في ضرر الجميع، وهنا مصلحة مصرية ودولية في إنهاء هذه الحرب.
اشتركت مصر في المبادره العربيه جمال العربيه في الوساطه بين الجانبين، ثم ايضا في الوساطه الافريقيه والمبادره الافريقيه الاخيره، وشارك الرئيس السيسي في اجتماع على هامش القمه، بما يعكس رساله تؤكد ان افريقيا تمد يدها للسلام، انها تتوسط، ان افريقيا تلتزم بالحياد، وبالتالي هي هتعطيها المصداقيه والقوه والاحترام من كلا اطراف الازمه ومن كلا الاطراف، وهذا ما ربما يعزز فرص هذه الوساطه الافريقيه، خاصه ان الرئيس بوتين اعلن انفتاحه وقبوله للتفاوض، لكن تظل الاشكاليه هي في من يراهن على الحل العسكري والدعم العسكري وإطلاق امد الحرب، لكن تظل مصر هي ملتزمه بالقانون الدولي، تقدم مبادئ التعاون الدولي، تحقيق التسويه السلميه وفقا لميثاق الامم المتحده والقانون الدولي، وفي اطار الحفاظ على السياده ومفهوم الدوله الوطنيه والابتعاد عن الحروب واستخدام القوه، وكل هذا بيؤكد حقيقه كيف ان في هذا الاستقطاب العالمي الحاد غير المسبوق والذي ادى توتر وعسكره العلاقات الدوليه، هنا يبرز النهج المصري والسياسه المصريه الرشيده في تقديم نموذج يقوم على تحقيق مفهوم التعاون الدولي، العمل الجماعي الدولي، لان هذا الاستقطاب اذا استمر سيدفع العالم ثمنا كثيرا حقيقه لهذا الصراع بين القوى الكبرى، يعني بين امريكا وروسيا، بين امريكا والصين، وبالتالي الدول الناميه الان وهي تتبع سياسه تحاول ان تكون في منطقه الوسط التي تعمل على تعظيم مصالحها في ظل هذا الاستقطاب، ومن هنا كانت اهميه هذه القمه حقيقه، اهميه الرسائل السياسيه والمشاركه المصريه في مبادرات الوساطه الافريقيه، او فيما يتعلق بكلمه الرئيس السيسي، ان الان العالم يحتاج الى التعاون، يحتاج الى السلام، يحتاج الى التنميه، يحتاج الى توجيه الموارد، يحتاج الى التكاتف، مواجهه التحديات المستجدات المناخيه، مواجهه الارهاب والفكر المتطرف، تسويه الصراعات والحروب، اطفاء الحراك، كل هذا هذه التحديات لم تعد تخص دوله وانما تخص كل صحيح. تؤثر على كل الدول، اي تهديد الان ويؤثر على كل الدول، اي صراع في المنطقه يؤثر ايضا على دول العالم المختلف، وبالتالي لابد من النهج التعاوني، وكانت هذه الرساله المصريه حقيقه والواضحه في القمه الروسيه الافريقيه. شكرا جزيلا دكتور احمد سيد احمد، خبير العلاقات الدوليه بمركز الاهرام للدراسات السياسيه والاستراتيجيه، الف شكر لحضرتك.